منو جاي يستهدفكم؟ منو جاي يأجج الشارع عليكم أستاذ معروفة. مهدي؟ أولا خل أقول لك جواب بصراحة وبصراحة أي. السيد يعني وزير المالية يعني أنا متأكد يعني ليش شهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تختارون وقت بهذا الوقت اللي يبقى شهر عن الانتخابات أنت كان عندك رسالة عتب على وزيرة المالية طبعا أنا يعني قلت له حتى بتغريدتي يعني هل تقبل هي سيدة وزير المالية أن تتأخر راتبها يوم واحد ما ممكن زين أنت راتبة رواتب شريحة كاملة موجودة لدى أقليم كردستان يعني هاي الأشهر اللي مضت ما كان أكو بيها رقابة هو الرقابة المالية اللي هي بيدها كل البيانات الحكومة الاتحادية بيدها وإذا تعرف كل الأمور اللي موجودة ليش إلا بالذات في هذا الشهر شهر السادس أو الشهر السابع وزيرة المالية زعجتكم ليش نعم؟ وزيرة المالية اليوم زعجتكم ليش هي راح تعوفني قدامها والوراها حتى يعني تتخذيك قرار ضد أقليم كردستان لا هي, هي مع كل الأسف أكو ازدواجية بالتعامل مع ذكرتها الدكتورة أكو ازدواجية بالتعامل مع أقليم كردستان أينما تكون المصلحة أو أينما تكون توجيهات ضد هذا البكان يشتغلوا